بسم الله الرحمن الرحيم. سنستمر معكم في سلسلة حلول الفروض للسنة الأولى متوسط. نبدأ اليوم سنقوم بحل الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات. التمرين الأول: أعد إعطاء الكتابة اللغوية للأعداد التالية. هنا قال لي الكتابة اللغوية، الكتابة اللغوية هي الكتابة بالحروف، الكتابة اللغوية هي الكتابة بالحروف. نبدأ مع العدد الأول، العدد الأول هو 934.03، نكتبه بالحروف. ماذا نقول؟ نقول أولا ننزع الفاصلة تصبح 93,000، 93,400، 3 و 3 ماذا؟ 3 أجزاء من 100. 93,403 من 100. الآن مع العدد التالي، العدد التالي هو 3,500.025. أولا نستطيع أن نكتبه بنزع الفاصلة ونقول 3,500,025، أو نستطيع أن نكتب 3,500. وهنا كم لدينا؟ لدينا 25 جزء من 1,000، 25 جزء من 1,000. 3,525 جزء من 1,000. الآن هذا الكسر نكتب أولا البسط عادي، نكتب البسط عادي 4 40,000 و635 جزء من 1,000. 44,635 جزء من 1,000. التمرين الثاني: أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد. الكتابة الكسرية للعدد 7 زائد 3,436 على 1,000 هي 73,436. هي نفسها، نفس الشيء، لأننا فقط هنا 7 وضعناها هنا فقط، أصبحت 73,436. إذا نكتب صحيح. أما الكتابة العشورية للعدد 5، 5 هي عدد طبيعي، قلنا 5 هي عدد طبيعي، زائد 5 على 10، 5 هي جزء من 10، 15,000. هنا نقول 5,515. 5 يجزء من 10، 1 يجزء من 100، و 5 يجزء من 1,000. الآن 5,515 هي الكتابة الصحيحة. قال لي هنا هي 55.015، هذه الكتابة خاطئة، إذن أقول خطأ. هنا 5 هي جزء طبيعي وليس 55، الخمسة الثانية هي الجزء من 10. الآن التمرين الثالث،
اكتب على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر عشوري. عدد طبيعي مثلا هنا العدد الطبيعي هو 77، اكتب 77 ثلاثة. ما هي ثلاثة؟ هي جزء من 10 زائد 3 على 10. الآن 4040 على 1000، 4040 على 1000 يساوي 4 زائد كم؟ زائد 40 على 1000. الآن 1212 على 100، 1212 على 100 ويساوي 12 زائد 12 على 100، 12 زائد 12 على 100. التمرين الرابع، طول مزمار لسباق الدراجات 10 كيلومتر، طوله هو 10 كيلومتر. قطع دراج مسافة 7000 متر، هذا الدراج قطع مسافة 7000 متر. احسب المسافة المتبقية بالمتر، احسب المسافة المتبقية بالمتر. هذا المضمار طوله 10 كيلومتر والدراج قطع 7000 متر. هنا نلاحظ بأن هناك وحدات مختلفة، لدينا الكيلومتر، لدينا المتر. إذن يجب علينا أن نحول، أحول 10 كيلومتر، أكتب أحول 10 كيلومتر إلى المتر. ماذا أفعل؟ أضيف الأصفار حتى أصل إلى خانة المتر ويساوي 10000، ويساوي 10000 كم؟ 10000 متر. هو قطع 7000 متر. احسب المسافة المتبقية بالمتر، إذن 10000 ناقص 7000 ويساوي 0 ناقص 0 ويساوي 0، 0 ناقص 0 ويساوي 0، 0 ناقص 0 ويساوي 0، 0 ناقص 7 لا نستطيع أن نضيف الواحد وننزله، 10 ناقص 7 ويساوي 3، 1 ناقص 1 ويساوي 0، النتيجة هي 3000. إذن نكتب العملية الأفقية 10000 ناقص 7000 ويساوي 3000 كم؟ 3000 متر. أحسب المسافة المتبقية، إذن نكتب المسافة المتبقية، المسافة المتبقية هي 3000 متر، هي 3000 متر، أو نستطيع أن نكتبها هكذا متر. الآن التمرين الخامس، التمرين الخامس يقول أنقل الشكل الموالي. ها هو الشكل الموالي، قال لي أنشئ المستقيم دي واحد الذي يشمل أ ويعامد دي. ها هو المستقيم دي، نحن سنرسم المستقيم أو سننشئ المستقيم دي واحد الذي يعامده عند النقطة أ. نضع الكوس هكذا، الكوس يجب أن يكون على المستقيم، على المستقيم وهكذا، هكذا يشمل النقطة أ هكذا، ثم نرسم المستقيم هكذا، نرسم المستقيم ثم نكمل بالمسطرة، نكمل هكذا، نستطيع أن نكمل بالمسطرة أو بالكوس هكذا. أ ثم هذا المستقيم هو عبارة عن مستقيم دي واحد، دي واحد. الآن أنشئ المستقيم دي اثنين الذي يشمل أ ويوازي دي باستعمال الكوس أيضا. ماذا أفعل؟ أذهب إلى النقطة أ، ثاني يشمل النقطة أ،
يعني هكذا نحسب هنا لدينا تقريبا 3 سنتيمتر وواحد ملمتر تقريبا هكذا نكمل هكذا تتوقف هنا هنا إذا أضع نقطة هنا وأكمل أكمل 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 إلى آخر المستقيم هنا هنا لدي 3.1 إذا ستكون هنا ثم أرسم المستقيم هذا المستقيمان متوازيان متوازيان هكذا عندما أضع المسطرة هكذا سيكونان متوازيان هذا المستقيم هو عبارة عن مستقيم دي 2 الآن دي 3 دي 4 ودي 5 3 مستقيمات هما عبارة عن 3 مستقيمات إذا علمت أن دي 3 هذا الرمز يعني يعامد يعني يعامد يعامد دي 4 ودي 3 يوازي دي 5 دون رسم بدون رسم قل لي ماذا يمكن أن أقول عن دي 4 ودي 5 أمثلهما مثلا مثلا هذا هو المستقيم دي 3 مثلا هذا هو المستقيم دي 3 قال لنا دي 4 دي 4 يعامده دي 4 وهذا دي 3 هذا دي 3 الآن دي 3 يوازي دي 5 يعني دي 3 هنا سيكون دي 5 هذا رسم بالتقريب فقط هذا سيكون دي 5 الآن دون رسم ماذا يمكن أن نقول عن دي 4 ودي 5 دي 4 ودي 5 هما ماذا هما يشكلان زاوية قائمة يشكلان زاوية قائمة ها هي يشكلان زاوية قائمة إذن هما مستقيمان نقول عنهما نقول عنهما مستقيمان ماذا؟ مستقيمان متعامدان متعامدان كيف نرمز أي رمز التعامد هو هذا أرسم رمز التعامد هكذا نقول عنهما مستقيمان متعامدان هكذا الآن مع الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية أصيبت هند بتشنج وفشل نتيجة تناولها غذاء معلب منتهي الصلاحية فذهبت إلى طبيبة الحي وبعد فحصها نصحتها بالراحة يعني هند أصيبت بتسمم غذائي نتيجة عدم قراءة الملصق أو ملصق نهاية صلاحية الغذاء بعد فحصها نصحتها الطبيبة بالراحة لماذا الراحة؟ الراحة لكي تستعيد صحتها بسرعة وشرب الكثير من السوائل المريض أو اللي عنده تسمم غذائي رح يفقد الكثير من السوائل يعني لازم عليه يشرب الكثير من السوائل مع أكل خفيف المعدة نتاعك أصلا تكي تكون مصابة بتشنج غذائي يعني المعدة نتاعك أصلا معها مريضة ما تقدرش تهضم يعني لازم لك تأكل أكل أو أغذية خفيفة ووصفت لها 4 أنواع من الأدوية يعني وصفت لها 4 أدوية كما هي مبينة في الجدول ها هو الجدول الدواء والثمن الدواء أعطتها مضاد التشنج المعوي وهو عبارة عن مسكن كما نقوله مسكن للآلم مسكن للتشنج لأنها كي تصاب بتسمم غذائي رح يكون عندها تشنج يعني ما يش حتكون مرتاحة ما عند كي تكون
مرتاح، ممكن تكون مثلا متكية ولا راكدة مش حتكون مرتاحة، حتكون عندها ألم عليها، عطتها مسكن للألم أو مسكن للتشنج، مضاد للتشنج المعوي ومضاد حيوي بكتيري، يعني باش يقضي على البكتيريا وباش يحاربها. مخفض للحرارة كنت شرحته في الدرس السابق أو في الفرض السابق، وهو مدعو بباراسيتامول يعني لتخفيض الحرارة. أو هنا وهند عندها التهاب في المعدة، يعني بسبب هذا الالتهاب الحرارة راح ترتفع، وباراسيتامول هذا أو مخفض الحرارة هذا راح يخفضها من الحرارة. أملاح المعدنية والفيتامينات يعني سوائل، أنه الجسم راح يفقد الكثير من السوائل. الآن ننتقل إلى الثمن. ثمن مضاد التشنج المعوي هو 485.75. ثمن مضاد حيوي بكتيري هو 450.25. ثمن مخفض للحرارة هو 189.45. وثمن الأملاح المعدنية والفيتامينات هو 600.80. كان لدى هند ورقتان نقديتان من فئة 2000 دينار، كانت لها ورقتان من نقديتان من فئة 2000 دينار، يعني 2000 دينار وألفي دينار، 2000 دينار وألفي دينار، 4000 دينار، يعني كانت عندها 4000 دينار. دفعت للطبيبة 800 دينار ثمن للفحص واشترت الأدوية الموجودة في الجدول. السؤال الأول أو المطلوب الأول، أحسب تكلفة الفحص والدواء ثم أكتبه على شكل عدد طبيعي زائد كسر عشري، يعني سنجمع هنا ثمن الأدوية وزائد 800 دينار. هنا سنجمع ثمن الأدوية زائد 800 دينار. لماذا 800 دينار هو ثمن الفحص؟ 485.75. نجمع أولا 800 ثم 485.75 و 450.25 و 189.45 و 600.80. هنا لدينا 800، نضيف الصفر، لدينا فقط الجزء الطبيعي، نحن نضيف الجزء العشري لكي نستطيع أن نجمع. أولا 5 3 مرات، أو 5 زائد 5 زائد 5 ويساوي 15، نكتب 5 ونرفع 1. لدينا أولا 8 زائد 7، 8 زائد 7 يساوي 15، 15 زائد 6 ويساوي 21، والواحد 22، نكتب 2 ونرفع 2. لدينا 9 زائد 5 أو 9 زائد 2، 9 زائد 2 ويساوي 11، 11 زائد 5 ويساوي 16، نكتب 6 ونرفع 1. 8 زائد 8 يساوي 16، والواحد 17، 17 زائد 5 ويساوي 22. 22. 8 زائد 2 يساوي 10، 10 زائد 8 يساوي 18، والواحد 19، والستة ويساوي 25. ويساوي هنا ننزل الفاصلة ويساوي 2526.25. هذا ثمن الفحص زائد ثمن الأدوية، ويساوي نكتبه كما هو في البسط بدون فاصلة في البسط، هكذا تصبح 252,625. هنا نكتب 1 ثم نحسب عدد الأصفار وراء الفاصلة، لدينا أو عدد الأرقام وراء الفاصلة. هنا لدينا رقمان، يعني نحسب 1 2 ونكتب 0. الآن هذا هو الكسر العشري، هذا هو الكسر العشري، لكن هو قال لي اكتبه على شكل عدد طبيعي زائد كسر عشري.
عدد طبيعي، ما هو الجزء الطبيعي هنا؟ الجزء الطبيعي هنا هو 2526، 2526 زائد، نضع أول خط كسر، لدينا 25، على ماذا؟ على 100. على 100 كتبناه على شكل عدد طبيعي زائد كسر عشري. الآن قال لي أوجد المبلغ الذي يبقى عند هند ثم فككه تفكيكا نموذجيا. هند لديها 4000 دينار، 4000 دينار صرفت منها 2526.25. هنا عملية طرح، هنا ليس لدينا الجزء العشوري، إذا نضع في مكانه صفر ثم نطرح. صفر صفر ناقص خمسة، لا نستطيع نضيف الواحد وننزله، تصبح 10 ناقص 5 ويساوي 5. صفر ناقص ثلاثة، لا نستطيع نضيف الواحد وننزله، تصبح 10 ناقص 3 ويساوي 7. صفر ناقص 7، صفر ناقص سبعة لا أستطيع أضيف الواحد وأنزله، تصبح 10 ناقص 7 ويساوي 3. صفر ناقص ثلاثة لا نستطيع نضيف الواحد وننزله، تصبح 10 ناقص 3 ويساوي 7. الآن 0 ناقص 6 لا نستطيع نضيف الواحد وننزله، تصبح 10 ناقص 6 ويساوي 4. الآن 4 ناقص 3 ويساوي 1، ننزل الفاصلة كما هي، نتيجة هي 1000، نكتب 1473.75. الآن نفككها تفكيكا نموذجيا. تفكيك نموذجي نقول 1 في ماذا؟ في 1000 زائد 4 في 100 زائد 7 في 10 زائد 3، زائد 3 في ماذا؟ 3 في 1، أو نستطيع أن نكتب 3 عادي، زائد 7 هي ماذا؟ هي جزء من 10، إذا نكتب 7 على 10، زائد 5، 5 هي جزء من 100، يعني نكتب 5 على 100. أو نستطيع أيضا أن نقول، هنا قمنا بالضرب، تفكيك بالضرب، هنا نقوم بالتفكيك بالجمع، نقول 1000 زائد 400 زائد 70 زائد 3 زائد 7 نضربها في 0.1 زائد 7 في 0.1 زائد، إذا 7 ضربناها في 0.1 يعني 5 سنضربها في 0.01. 1000 زائد 400 زائد 70 زائد 3 زائد 7 في 0.1 زائد 5 في 0.01. هنا نفس العدد، نستطيع أن نكتب هكذا تساوي، أو نكتب العدد هنا. هنا قد فككناه، أو فككنا 1473.75. والآن مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه.